لوجود حل للقضية الفلسطينية، حل الدولتين، لأنه مسار عملية السلام متوقف منذ فترة طويلة. هل رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة في القضية أو حول القضية الفلسطينية؟ أولا شكرا جزيلا على هذه الفرصة، نشكركم وأشكر مشاهدينا الكرام. فموقف الولايات المتحدة بشأن النزاع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني مبني على حل الدولتين. فالولايات المتحدة يعتقد أن هذا الحل هو الأنسب والأفضل لحلحلة هذا النزاع، والولايات المتحدة سوف تبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل، لأن نعتقد فعلا أن حل الدولتين يحقق وسوف يحقق طموحات للشعبين، للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني أنفسهم. هل نسمع قريبا رأي من الرئيس بايدن حول تحرك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف المهم اللي هو ملف معطل حاليا؟ الآن ليس هناك أي شيء نعلن عنه، ولكن الرئيس بايدن خلال الحملة الانتخابية هو كان واضحا جدا في كلامه، وهو قال أنه يدعم حل الدولتين. وأيضا الوزير الخارجية يعني أنتوني بلينكن هو أيضا قال أن هذا الحل هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى الاتفاق، وسوف نبذل الجهود وسوف نعمل على ذلك. وأنا أعتقد مهم جدا أن كان هناك اجتماع أمس من وزراء الخارجية، عشان هذا يشير إلى أن هذه القضية ليس فقط مهمة وشائكة للولايات المتحدة، ولكن للمجتمع الدولي بشكل عام. أبرز سمات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط تحديدا؟ يعني الوزير بلينكن هو كان واضحا جدا، فهو قال إن الأولويات للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يعني إنهاء الحرب على اليمن. للأسف الشديد هذه الحرب هي دامية واستغرقت سنوات طويلة، والحرب زادت معاناة الشعب اليمني، ولذلك الرئيس والوزير بلينكن أعلن عن إنهاء الدعم لهذه الحرب. والآن سوف نركز على البعد الدبلوماسي، والرئيس نفسه هو قام بتعيين مبعوث خاص، وهذا المبعوث اسمه تيم ليندركينغ، وهو خبير ولديه تجارب وخبرة عميقة جدا في الشؤون الخليجية، وهو سوف يعمل على هذه الأزمة. وبالإضافة إلى ذلك أيضا الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة، لأن ليس هنالك أي حل عسكري، الحل الوحيد هو عن طريق المباحثات والتشاور والسلام. ماذا عن ليبيا وبعد انتخاب سلطة تنفيذية؟ ومصر تستضيف حاليا واحنا بنتكلم مسار اجتماعات للأشقاء في ليبيا لبحث المسار الدستوري القادم والانتخابات. موقف الولايات المتحدة الأمريكية ايه من التطورات الحادثة في ليبيا، وموقفكم ايضا من مرتزقة اللي أردوغان بعتهم وموجودين حاليا في ليبيا؟ الموقف الأمريكي بشأن ليبيا واضح تماما. يعني الولايات المتحدة رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الأسبوع الماضي، ونعتقد أن تشكيل هذه السلطة التنفيذية هي الخطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف يساعد في التوصل إلى حل سياسي ونتكاتف مع الليبيين. ولكن الآن أمام هذه السلطة التنفيذية عمل كثير يجب القيام به. يعني هذه السلطة التنفيذية يجب يقوم بتلبية احتياجات الشعب، وأيضا تمهيد الطريق أمام الانتخابات في آخر هذه السنة. يعني هذا الشغل كثير، ولكن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك إنجاز كبير الآن في ليبيا. ولكن فيما يخص التدخل الأجنبي، التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد، يعني كمان الموقف الأمريكي واضح، ونعتقد أن كل المقاتلين إلى جانب والتدخل العسكري الأجنبي يجب أن ينسحب من ليبيا.
يعني الوجود العسكري الأجنبي في هذا البلد لا يساهم قيد أنملة في تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد، ويجب أن ينسحب. ماذا عن موقف الإدارة الأمريكية أيضا من تواجد الترك والتوغل التركي في شمال سوريا، استيلاء على البترول السوري، وتقارير مع مخابراتية من عندكم الأيام اللي فاتت أكدت أنه الولايات المتحدة رصدت تنظيم داعش له حسابات 100 مليون دولار في بنوك تركية، هتعملوا إيه في هذا الملف تحديدا مع الأتراك؟ أولا يعني الولايات المتحدة حليف مع ناتو، ونتعاون مع تركيا في الكثير من الشؤون وفي الكثير من القضايا، ونهتم بالوجود التركي في سوريا لمنع الهجوم الروسي في سوريا، لأن أي هجوم قد يسبب وقد يؤدي إلى سفك دماء وإلى أزمة أوسع. ولكن في نفس الوقت بالتأكيد الولايات المتحدة تنظر وتشجع الأتراك على خفض نفوذ هيئة التحرير الشام في هذه المنطقة. فلدينا مباحثات، لدينا مناقشات كثيرة عن هذا الموضوع، ولكن بشكل عام الولايات المتحدة تنظر إلى الأتراك وتدخلهم في سوريا كشيء قد يساهم في ذلك. تدخلهم في سوريا وتدخلهم في العراق وتدخلهم في ليبيا وتدخلهم في مناطق عديدة حول العالم، وتركيا بالنسبة للمنطقة هي تهدد الأمن والسلم الدوليين بالنسبة للمنطقة بالكامل. أمريكا بتشوف هذا الأمر تهديد للأمن والسلم الدوليين أم لا؟ الولايات المتحدة يعني ننظر إلى كل الأزمات والتحديات في الشرق الأوسط وفي العالم، وننظر إليها واحدة واحدة. وفي ما يخص ليبيا ننظر إلى ذلك ونقول أن القوات المسلحة واستخدام المرتزقة والوجود العسكري الأجنبي لا يساهم، فهذا ليس مفيدا على الإطلاق. ولكن القضية في سوريا مختلفة، وهذا الشيء هذا قصة أخرى، فلا نستطيع أن نطبق نفس القالب على القلبين. ولكن الولايات المتحدة تأخذ كل قضية كما هي. موقفكم من والولايات المتحدة لها دور معانا في قضية سد النهضة وسد إثيوبيا اللي هو يؤثر على حياة 100 مليون مصري، بالنسبة لنا أمن قومي موضوع المية، هل هذا الملف أيضا يعني من شواغل الإدارة الأمريكية الجديدة؟ بالتأكيد يعني الولايات المتحدة تدرك تماما أن قضية سد النهضة قضية شائكة، قضية ملحة ومهمة ليس فقط لإثيوبيا ولكن لجميع الدول جنب النيل في هذه المنطقة. والولايات المتحدة سوف تجدد المساعي الدبلوماسي بشأن هذا الصد. والآن نراجع الموقف الأمريكي بشأن صد النهضة، ولكن ليس هناك أي شيء نعلن عنه، ولا أريد استباق أي قرار وأي إعلان بهذا، ولكن ممكن أقول لكم أن أكيد الولايات المتحدة تأخذ بجدية هذا الملف. لكن بنتكلم إحنا كشعب عندنا حياتنا قائمة على هذه المية اللي بتجيلنا من هضبة الإثيوبية، وبالتالي عندنا اتفاقات تاريخية. إثيوبيا النهاردة عايزة تتملص من هذه الاتفاقيات. أكيد المصريين هم جزء من المعادلة في هذه القضية، والولايات المتحدة تعتقد أن التشاور والتنسيق والمباحثات هي وسيلة جيدة لحلحلة هذا التحدي، وسوف نجدد مرة أخرى المساعي الدبلوماسي بهذا الشأن. الجزء المهم أيضا ما تم الإطلاق عليه من اتهامات تركيا الأسبوع الماضي ليكو لإدارة الرئيس باراك أوباما في ذلك الوقت 2016، وكان نائب الرئيس في ذلك الوقت جو بايدن، أنهم وراء الانقلاب الذي حدث في يوليو 2016. رد حضراتكم إيه على الاتهامات التركية؟ يعني لا أساس لها في الحقيقة على الإطلاق، ووزارة الخارجية أصدرت بيان
بجملتين وقال ذلك. يعني هذا مزعم ليس مبنية على الحقيقة. ولكن مرة أخرى أنا أكرر، أكيد تركيا هي حليف ونتعاون معها، ولكن هذه المزاعم ليس حقيقية. خلينا بصراحة وأكلم حاجة بصراحة، إحنا بنشوف تركيا تركيا بتأوي تنظيمات إرهابية، بتأوي جماعة إخوان الإرهابية على أراضيها، فتح منابر لتهديد الأمن المصري والتحريض على القيام بعمليات إرهابية في مصر، وبالتالي بتحدث عمليات إرهابية نتيجة للتحريض الموجود في تركيا. بتشوفوا هذه الأمور إزاي؟ يعني للأسف الشديد هناك تهديدات إرهابية، ومصر نفسها تواجه هذه التهديدات، ولذلك أنا ممكن أقول أن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب ولمواجهة هذه التهديدات. والولايات المتحدة حتى اليوم هذا يعني قدمنا أكثر من 50 مليار دولار في مساعدة عسكرية لمصر لتقوية قدرتها على التصدي لهذا النوع من التهديدات. فالولايات المتحدة تريد منطقة سليمة، منطقة خالية من هذه التهديدات، ولذلك نتعاون مع شركائنا، حلفائنا، أصدقائنا مثل مصر لكي نقوم بذلك. أنا أعتقد أنه دائما يعني مع تغير حتى الإدارات في أمريكا أو في مصر هناك علاقات ممتدة ما بين البلدين وما بين الشعبين. أكيد يعني الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات ثنائية متميزة تاريخية ومتينة وقوية مع مصر، وذلك منذ وقت طويل، ونتعاون على جميع المستويات، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، ولكن أيضا على المستوى التجاري، المستوى الاقتصادي، الثقافي والتعليمي.